فكرك ليش انا ضيعت كل هالوقت. اعتذاري مش لك اعتذاري الي بدون مقدمات. خطرت في راسي كلمة ملذات الشاب اللي صاحب اي بنت بس ممنوع تقرب خواته. ادم لم يخطئ الخروج من الجنة كان مكتوب بالبداية كان نهاية حرب للمال حرب لإبقاء شمس الغروب. انا بسيط عظيم ما فيش داعي انك تتعب وتشتكي علي. وين ما كنت انا بجيك فقط ارفع تليفونك رن علي. أي اللي بسمع واستنى احكي اشي مقرف بشع مش بعنا شهوي. هذا الحكي لا يؤثر في هذيك الغفوي. هي انا صافي فيك بستنى جيك. انا ما بديش اعتذر انا عم بنتظر افرجيك. فكرك ليش انا ضيعت كل هالوقت. اعتذاري مش لك اعتذاري الي واللي فراسي تعبني. من هو اللي بتحكي عنه بلي من انت عرفته هو نفسه التلفريك اللي هو هنا. كل يوم بسأل حالي على المراية شو عملت بعمر اللي هو عقدين يعني تقريبا 20 سنة. كم واحد مرمي جنب الحاوية لانه بنسينا. كم أم بهالدنيا محرومة من الضناء. سؤال ومرقنا بقدر حد يجاوب. تلفريك هارب من عالم لنا. أنا السطر الملغي من الكراس. أنا بني تحتية وقعت لأنه ما في شي أساس. رافض حد يسيطر علي جوا دماغي لأنه ملكي. ويني ببكي وما حد شايف لأني عارف إذا الناس شافوني بهاي الحالة ما حد رح يقدر يستوعب لأنهم صاروا حيوانات بدون أي أساس. الكل أكبر هم